سيف، هسألك أنت وهسأل كمان كل الأبطال عن لقاء السيد الرئيس النهاردة. قول لي حسيت بإيه النهاردة لما قالوا لك تعالى هتروح تقابل السيد الرئيس النهاردة في تكريم منه؟ طبعا يعني أول ما قالوا لنا هنقابل السيد الرئيس إحنا دي حاجة فرحتنا، يعني بحيث الناس بدأت تهتم بينا أكتر طبعا من الكورة والكلام ده. بس وما ادونا اللي هو الوسام والشهاده، فدي طبعا حاجه فرحتنا وكانت حافز لينا ان احنا نكمل بعد كده ونفضل نفس البطوله، نفضل ناخد اول في كل البطولات. وانت مسافر كنت عارف انه يعني الرئيس كان كرم منتخب الشباب في مؤتمر الشباب بعد برونزيه كاس العالم؟ خدوا برونزيه. كنت حاسس ان احنا لما ناخد ميداليه كناشئين هناخد نفس التكريم؟ كنت حاسس ان هاخد تكريم اكتر، وده اللي حصل فاهم. وده اللي حصل.